فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة. التشخيص المبكر لفقدان السمع لدى الأطفال هو أهم أحد عوامل نجاح هذه الزراعة. في المملكة العربية السعودية تم اعتماد المسح السمعي للمواليد في جميع مستشفيات المملكة. اليوم لله الحمد الكثير، ربما أغلب المستشفيات لديها هذا الفحص السمعي. أي طفل يشتبه في معاناته من فقدان السمع يتم تحويله إلى المراكز المتخصصة في عملية التأهيل السمعي. عادة نبدأ بعمل سماعات طبية بعد التأكد من فقدانهم للسمع. إذا لم يتم الاستفادة من هذه السماعات الطبية خلال مدة لا تزيد عن 6 أشهر يتم تحويلهم إلى وحدة أو مركز زراعة القوقعة في كل مدينة تابع لها هذا المريض، ويتم التجهيز عبر فريق عمل متكامل من الجراحين، من أطباء السمعيات، من أطباء التخاطب، التخصصات النفسية لعمل هذه الجراحة. فخذ النصيحة من طبيب حاذق. معلومة طبية في دقيقة.